يلا حبيبي شكرا شكرا عبد الوهاب. الله يبغى سؤالين 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 كل شخص بسم الله وعلى بركة سؤال الله. سؤالين. السؤال حيكون من السادة المشاهدين. حلو يلا ارجع ورا. بسم الله. اي واحد فيكم يعرف الإجابة يدق الجرس سريع. نصب الجرس. طيب نشيك على الهاشتاج. جمهورنا اعطونا اسئلتكم في هاشتاج اذا عرف الإجابة. طيب السؤال يقول كم عدد الحروف الإنجليزية؟ 28. 28 حرف. لا صح ولا خطأ يا جماعة؟ الإجابة خاطئة. 26 خاطئة ولكن للأسف يحق الآن لمهند أن يرمي. 26 العربية 28 26 إنجليزي. يلا صادق أنت. يلا 26 هنا. يلا بسم الله. شوي 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 يا عبد الرحمن شوي لو سمحت شوي نفس المسافة بعيد ترى. يلا طيب نقربها. قرب شوية. ايوه بسم الله. لا ارجع ارجع ورا 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 صح. يلا صح كذا متساوية. بسم الله. يلا خلي يرجع ورا شوية. دقيقة ايوه ورا. ايوه مربع حق الاخير. ايوه اللي حيرمي يا جماعة اللي حيرمي من قبل الخط ما حتحسب له. ها يلا بسم الله. اوه شكرا لك يعطيك العافية. السؤال الثاني يعطيك العافية. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده.